اخبار اليوم. كده احنا لسه في حركات كتير هنعملها. انا بطلب كل المصريين هم يجوا يشاركوا ويحركوا المحافظه الداخليه ان احنا نلم قوتنا في شرم الشيخ هنا النهارده، ولابد ان مصر كلها تعرف يعني تعزف سيمفونيه واحده شرم دلوقتي. شرم 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 الهوا على طول على تقريبا مسافة 2000 كيلو عشان نيجي هنا لشرم الشيخ عشان حاجة واحدة بس، عشان نوصل رسالة للعالم كله ان شرم الشيخ مكان مفيش أأمن منه في مصر كلها، وجايين ندعم السياحة علشان برضو ان العالم كله يعرف رسالة مهمة جدا ان مصر دي بلد الأمن والأمان. احنا جايين كل المسافات دي عشان ندعم السياحة ونرجع لمصر رونقها اللي بدأنا فعلا بدأنا ان احنا نحطها على الطريق الصح في مجال السياحة والاستثمار السياحي بالذات. وبنشكر سيد الفريق علاء أبو زيد محافظ مطروح على دعمه للسياحة في محافظة مطروح، وبالذات ان هو بيدعمها هنا في شرم الشيخ. على هذا على هذا.